السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تراكم دخلنا اليوم؟ دخل رونو 18 تيال سيري 81 في البوتية خضراء، نضيفها ماشية 65000 ريال. كانت شركالة هذه؟ شركالة بريمير ما عندنا كيما كتبوا فيها. تراك سامع فيها؟ سامع فيها 98. سوقها الأول هذا؟ سوقها الأول. شما سمعت برا كشما؟ خوك واحد كيفاه راه سيامك، واحد كيفاه راه كلابك راسك كيفاه راه ماكذا. عطينا واش سمعت انت؟ 137 برا يا ولدي. خلف 98 98 137 هذه وقتها؟ عندي واحد 15 يوم هكا 15 يوم. ورا شنو البيع تاع؟ والله يا خويا هذا انا ما عنديش شاري. بيناتنا قدام سلك. ها؟ قدام سلك. واش نقول لك اخويا شحال؟ كان شاء الله طفلها ولا مشاريعها قدام سلك بسونديس. ما نكذبش على خويا والله غلط. ولا ما باش 137 مزالت مزال هاك وليت اللوط. دوك السوق شتو كيف راه صارينو شتي به ماشي يكون بعد 137 خير. دوك انا كنبيع 137 واش راح نشري؟ راك شاري ار 18 ماكش دوك عندك جي تي لاين ولا ماشي لا حقرو على كل حال ولكن صح ار 18 هاك شتا كيف راهي دايره جديده ما شاء الله كلشي يمشي فيها لا توت ما شاء الله جديده كما تشوفها. عطينا رقمات بالعربيه 07 96 75 24 92. واش تقول على احوال السوق اليوم كيفاه راه؟ خويا واش فورفور دورت شويه واش ثلاث سوايع هكذا طوموبيلات منا كاين البيع ما كانش موش فورفور الناس راهي خايفه تشري خايفه تشري يقول لك كون نشري يطيح السوق مازالوا يستناو فيه يزيد يهبط مازال يقول عاد يهبط وهذه مانيش ما امبوسيبل يهبط السوق شوف فيه اللي يهبط امبوسيبل يهبط لو كنا باش نطيح نهبط طوموبيلين نهبط السوما ما ظنيتش يا اخي ربي يجيبك الصوت ان شاء الله اخوي بارك الله فيك.